السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة موجزة بأهم وآخر الأنباء. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن الشرطة ليست عدوا لأحد كما يحاول أن يروج البعض، وستظل تؤمن المواطن وتسهر على سلامته، لكنها ستتصدى لكل من يحاول أن يعبث بالأمن والطمأنينة والسلامة العامة. جاء ذلك لدى تشريفه حفل تخريج دورة الزمالة 17 بأكاديمية الشرطة العليا، مشيرا إلى أنه قد جرى استهداف واسع ضد منسوبيها خلال الفترة الماضية في محاولة للنيل من عزائمهم، إلا أن الشرطة السودانية نجحت في تخطي كل ذلك باحترافية عالية وظلت متماسكة مستحقة عن جدارة منحها وسام الإنجاز. خاطب وزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر افتتاحية ورشة الشرطة المجتمعية استكشاف الخيارات القائمة على المبادئ الدولية وأفضل الممارسات التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية وقوات الشرطة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم. وأكد عنان أن الشرطة السودانية تعمل وفقا للمعايير العالمية وبتعاون تام مع إدارات المجتمع السوداني بحيادية وقومية ضاربة في الجذور، وأن وزارة الداخلية تحتفل بالعيد 115 لقوات الشرطة التي عملت مع كل الحكومات التي مرت على السودان بمهنية عالية. أكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي متانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت في كافة مجالات الثروة الحيوانية، وأكد لدى لقائه بمكتبه أمس سفير دولة الكويت لدى السودان فهد مشاري الظفيري التزام وزارته بتلبية رغبة الكويت في الاستثمار وإقامة شراكات حقيقية في مجالات الثروة الحيوانية. من جانبه أشاد سفير دولة الكويت فهد مشاري الظفيري بالعلاقات الأزلية بين السودان والكويت وأعلن عن دعمه لمبادرة الأمن الغذائي العربي. دشنت حكومة ولاية شمال دارفور ووحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الريف والموارد المائية الاتحادية بالفاشر العمل في تشييد 49 محطة مياه جوفية متكاملة بالولاية، وذلك ضمن مشروع تشييد 500 محطة مقدمة كمنحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة العطش في الريف السوداني. ويذكر أن حكومة ولاية شمال دارفور امتدحت الأدوار المتعاظمة التي ظلت تلعبها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه الخدمات الأساسية لإنسان دارفور. استمع حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة باديه لتنوير حول سير الأداء بالصندوق القومي للتأمين الصحي بصورة عامة ومشروعات التأمين الصحي الداعمة لشريحة العائدين بالإقليم. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بالإقليم أبو بكر الصديق عوض. وكشف المدير التنفيذي للصندوق خلال التنوير عن اكتمال العمل بمركز صحي سودا توطئة لافتتاحه وتقديم الخدمات الصحية للعائدين إلى المنطقة، إلى جانب التنسيق مع السجل المدني تمهيدا لاستخراج بطاقات التأمين الصحي لكافة العائدين إلى مناطق سودا. الخبر الأخير في هذه النشرة الموجزة: تسلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان سيارة جديدة منحة من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، كما تسلمت دعم منظمة الصحة العالمية المتمثل في أجهزة ومعدات طبية للمساهمة في الحملة الولائية لمكافحة حمى الضنك، مشيدة بالجهود المتواصلة من منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي بالولاية. إذن انتهت هذه النشرة الموجزة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.